السلام عليكم مشاهدين قناة أنغام، أحييكم تحية طيبة. اليوم في ضيافة قناة أنغام إن شاء الله حييم، وحنقدم إن شاء الله 5 أعمال، 4 أعمال خاصة إن شاء الله، وحنقدم واحد من أعمال من أغاني الحقيبة إن شاء الله. وحنبدأ بأغنية يا ربيع في روض الزهور من أغاني الحقيبة للشاعر الراحل رحمة الله عليه أبو صلاح، ونسمع إن شاء الله. إن شاء الله تنال إعجابكم. ربيع في روض الزهور عيش هناك مقولة من حرام أين البيور؟ هو يجدر
إن شاء الله يكون العمل نال إعجاب الجمهور إن شاء الله. هنقدم عمل تاني برضو، كلمات الأستاذ جهاد عوض الله الشاعر، وله التحية برضو حيو من هنا بعمل بعنوان أرجوك مدعوت، والحان يعني إن شاء الله إن شاء الله تنال إعجابكم. بسمع وكيم لا صبر 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 الأرض صبرته وكيم لا صبر 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 الأرض صبرته قلبي كمان بالحزن كسرته قلبي كمان نقدم عمل بعنوان مستحيل،
برضو كلمات الشاعر جميل جهاد عوض الله له التحية مرة ثانية يا كلماته ألحانه. كورك العجم وحذفني من دفتر حياتي يا غمشي يا الله ضوء وصل
هنقدم عمل بعنوان جت مدر بين الروض مدرد بتمر أصرني غزال ساكن في مدر لبرضو كلمات الشاعر الجميل جهاد عوض الله وألحانه وبين الروض نزلت بتمر وبين الروض نزلت بتمر أصرني غزال ساكن شاعر جميل يوسف الكردفاني حيو برضو والحان يعني ان شاء الله.
بذور تجبع خدك الكديان Yeah.
اختتام حي قناة أنغام على الاستضافة، ونحيي تيم العامل كلهم إن شاء الله، ونحيي المشاهد الكريم، وإن شاء الله تكون الأعمال نالت إعجاب الجمهور، وموعودون يعني بأعمال جديدة من قناة أنغام إن شاء الله، والناس تتابع الجديد على قناة أنغام. أنا أحمد محمود المبارك.